اللهم إننا نرفع حاجاتنا إليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك. اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب. اللهم إننا نعوذ بك من قهر يؤلمنا، ومن هم يحزننا، ومن فكر يقلقنا، ومن شخص يحمل خبثا لنا. اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدورنا فاقضها لنا وأزلها عنا، واجعل أيامنا فرحا وسعادة يا رب العالمين.